السلام عليكم ورحمة الله. الطريقة الخوت هاي راه خدامين فيها، راه صورت لكم أربعة ديال الفيديوهات، ولكن هنا الطريق راه تسدات باليمين كما كتشوفوا، غادي تكون فيها دابا الخدمة. في غالب الأحيان هنا تسدات بسبب هذاك الخدمة اللي دايرين دابا القالي داك الرون بوان، وعلى ما أعتقد يقدروا يدوزوا حتى لا دوزيام كوش. المهم مازال ما باناش غادي يديروا، هنا راه العمومية راه تكلفات بها الشركة ديال لاماليف. حنا دابا كنتواجدو في الطريق السريع الحضري باتجاه المدارة ديال مستشفى الجهوي الحسن الثاني. كما كتشوفو هنا الطريق راه مقطوعة، خدامين يمكن حتى في هاد المدارة هادي هما خدامين فيها، خصهم يكملو حتى هي. هما الدراري ديال أليك خدامين هنا. كتلاحظوا معايا دابا البارتي هادي راه تسدات بالنسبة للجاردينات، بان فيها واحد الشركة اللي شادة هنا هي ألمو جاردان، أجي ألمو جاردان، ألمو جاردان هي اللي شادة هنا، هي يعني مكلفة يمكن بهاد الترونشي هذا ألمو جاردان. إذا فاش دايزين هنا إذا راه مكلفين بهاد الترونشي هذا 100%. محبوسة الطريق هنا واحد شوية، هنا غادي تكون مجازين خدامة تما 100% مجازين، هادي 100% مجازين، بدون نقاش مجازين هادي، هما اللي عندهم ديك الترونشيت من هم تقريبا شي 200 متر ولا 300 متر، ما عندهمش بزاف. هنا هما المجازين الاخر، هما هما فين خدامين، شدينا هاد لابارتي هادي، كلشي دابا هادشي ديالهم، كلشي هنا خصهم يدوزو ليه البودرة. تشطب هاد الآلة هادي، تشطب في الطريق، تشطب، القوم بالتشطاب، التشطيب، بوب كات هادي، لا بوب كات، حتى هنا دابا كاين فيه مجازين، حتى هنا دابا راه محسوب على مجازين، حتى هاد لابارتي هادي دابا راه محسوبة على مجازين، ها هو الكمية ديالها، ملي فوات بالكم جي تي ار صافي عرف راه جي تي ار، ها هو جي تي ار من هنا، شوف دابا هادشي جي تي ار، الغباري أنا أيضا هنا أولي، هاهي راه الغباري أنا أيضا، الواجبات هنا الزنزان، خدمة خدمة، لاطاك لاطاك لاطاك. لا للتقاعس ولا للتكاسل، نعم للعمل. ها هما تاني الجيتار فين خدامين،
الزفت يمكن انا شتي بالي صافي الدواء تسفيت التسفيت مرحلة التسفيت انا نقدروش نقدر نصور لكم كل شيء هون كرسي يلا الله يعاونكم.